شكل جمال عبد الناصر تنظيم الضباط الأحرار، وكان عايز يسند قيادة التنظيم لضابط كبير علشان التنظيم يحصل على المصداقية وتأييد ضباط الجيش، لأن ضباط التنظيم كانوا صغار في السن. ولما عرض جمال عبد الناصر الأمر على محمد نجيب وافق على الفور، وكان اختيار محمد نجيب سر نجاح التنظيم بسبب سمعته الطيبة في الجيش ومواقفه الوطنية، وده سبب انضمام ضباط كتير للحركة. قامت الثورة ونجحت حركة الضباط الأحرار، وتم تعيين محمد نجيب قائد لمجلس قيادة الثورة. بعدها تم إلغاء الملكية وتم تعيين محمد نجيب رئيسا للجمهورية. وقتها وصلت شعبية محمد نجيب في مصر والسودان لأقصى درجة، وقبل مرور عام على تعيينه وفي مفاجأة أشبه بالصدمة للشعب المصري، أعلن مجلس قيادة الثورة في 25 فبراير عام 1954 قرار إقالة الرئيس محمد نجيب. وبعد مظاهرات حاشدة من الشعب رجع مجلس قيادة الثورة في قراره، ورجع محمد نجيب لرئاسة الجمهورية. وبعد مرور 7 شهور أصدر مجلس قيادة الثورة قرار بإعفاء محمد نجيب من رئاسة الجمهورية، وتم تحديد إقامته. السؤال اللي بيطرح نفسه، إيه هي أسباب الصراع بين محمد نجيب وأعضاء مجلس قيادة الثورة؟ بعد نجاح الثورة حدد أعضاء مجلس قيادة الثورة ميعاد الانتخابات البرلمانية في فبراير عام 1953. بيقول محمد نجيب أنه كان بيعتبر التاريخ ده هو تاريخ إعادة الحياة الديمقراطية في مصر، ولكن في مفاجأة للشعب المصري وقبل الانتخابات بشهر قرر مجلس القيادة تأجيل الانتخابات وفرض مرحلة انتقالية لمدة 3 سنين وفرض الرقابة على الصحف وحل الأحزاب باستثناء الإخوان المسلمين. والسبب اللي أعلنوه في وقتها إن الصحف الحزبية كانت بتهاجم قيادات الثورة، وكانت بتحاول تحريك طلبة الجامعة وتحريض العمال وتهييج المصلين، وإن الأحزاب المصرية بتتصل بدول أجنبية وبتدبر لرجوع مصر لحالة الفساد والفتن. وقتها اعترض ضباط من سلاح المدفعية، وكانوا من الضباط الأحرار اللي كان ليهم دور في الثورة، على تأجيل الانتخابات وحل الأحزاب، واعترضوا على تحديد إقامة القائم قام رشاد مهنا عضو مجلس الوصاية، واتهموا أعضاء في مجلس قيادة الثورة باستغلال نفوذهم فتم القبض عليهم. تم اعتقال البكباشي حسن الدمنهوري لمحاولته الافراج على ضباط المدفعيه. وقتها بلغ جمال عبد الناصر الرئيس نجيب انه هيتم محاكمه حسن الدمنهوري امام مجلس قياده الثوره، فرفض الرئيس نجيب وقال لجمال عبد الناصر ازاي تكون الخصم والحكم. تمت المحاكمه واصدر حكم الاعدام على حسن الدمنهوري، فرفض الرئيس نجيب التصديق على الحكم. في الوقت ده كان الرئيس محمد نجيب رافض اعلان الجمهوريه وتغيير نظام مصر من الملكيه للجمهوريه، وكان رايه ان اعلان الجمهوريه مفروض يتم بعد الاستفتاء على الدستور علشان يتم تحويل نظام مصر السياسي بقرار من الشعب مش بقرار من اعضاء مجلس قياده الثوره. كمان من اسباب رفضه ان اعضاء مجلس القياده كانوا عايزين مع اصدار اعلان الجمهوريه ان يتم تعيين عبد الحكيم عامر قائد عام للجيش متخطي لاربع رتب، وبعد ضغط عليه من اعضاء مجلس قيادة الثورة وافق الرئيس محمد نجيب. في الفترة دي لاحظ محمد نجيب انحراف سلوك بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة، زي تغيير سيارتهم الجيب للصالون الفاخر والاستيلاء على القصور الملكية واستغلال نفوذهم. فضايح ضباط القيادة وصلت للضباط الأحرار، فواجه ضباط الأحرار ضباط القيادة، وكان مصير اللي بيعارض منهم إن يتم اعتقاله. بيقول محمد نجيب إن أعضاء مجلس قيادة الثورة وقتها ما كانوش شايفين إلا الحكم والنفوذ والسلطة، وما فيش حد منهم كان عايز يشوف أو يفهم أو يسمع. قبل الثورة كان في اتفاق ما بين محمد نجيب وأعضاء مجلس القيادة إن أي قرار يصدر لازم يكون بموافقة أغلبية أعضاء مجلس قيادة الثورة، وكان ده معناه بعد تولي محمد نجيب الحكم إن المجلس هو اللي بيحكم ومحمد نجيب هو المسؤول عن القرارات دي. حس محمد نجيب إنه مش بيحكم، وطلب من أعضاء مجلس قيادة الثورة إنه يمارس سلطاته، فحسوا إن البساط هيتسحب من تحت رجليهم، خصوصا إن شعبية محمد نجيب في مصر والسودان كانت وصلت لأبعد درجة. بدأ الشك يدخل ما بينهم، وبدأوا يتجمعوا من غير محمد نجيب، وبدأوا يتجمعوا في أماكن بعيد عن مقر قيادة الثورة ويتفقوا على القرارات اللي هيصوتوا عليها. في الوقت ده حصلت ازدواجية في القرار ما بين قرارات الحكومة وبين قرارات أعضاء مجلس قيادة الثورة، وعلشان يتم حل مشكلة ازدواجية القرار بين الحكومة وبين مجلس قيادة الثورة تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة مكونة من 5 وزراء و5 من أعضاء مجلس قيادة الثورة تقوم بالتحكيم في حالة وقوع خلاف بين الحكومة ومجلس قيادة الثورة، لكنها ما نجحتش في سد الازدواجية في القرار. وكان أول خلاف حقيقي لما قرر عبد الناصر إنشاء محكمة للثورة بقيادة عبد اللطيف بغدادي. رفض محمد نجيب فكرة إنشاء المحكمة وقال إنها هتكون أسوأ دعاية للثورة، وكمان إزاي نكون الخصم والحكم. تم تشكيل المحكمة وأصدرت حكم بالإعدام على إبراهيم عبد الهادي رئيس وزراء مصر الأسبق، فرفض محمد نجيب الحكم وقال أفضل إن حبل المشنقة يتلف على رقبتي قبل توقيعي على حكم الإعدام. وسافر محمد نجيب للإسكندرية وقرر عدم الرجوع للحكم، وأصدرت الحكومة بيان لعدم إثارة البلبلة
إن اعتكاف الرئيس في الإسكندرية اعتكاف صحي. سافر جمال عبد الناصر للإسكندرية وقابل الرئيس نجيب وقال له إن المجلس بناء على رغبتك قرر تخفيف الحكم على إبراهيم عبد الهادي وانتهت الأزمة ورجع الرئيس محمد نجيب للحكم. قدم جمال عبد الناصر كشف بالسياسيين اللي شايف انهم خطر على النظام وكان عايز يحدد اقامتهم، وكان في الكشف ده مصطفى النحاس رئيس وزراء مصر الاسبق، فرفض محمد نجيب وضع اسم مصطفى النحاس في الكشف فتشال اسمه من الكشف. وبعد لما وقع الرئيس نجيب على الكشف قام جمال عبد الناصر باضافه اسم مصطفى النحاس للكشف، فقرر محمد نجيب انه يعتكف في بيته اعتراض على التزوير وكمان اعتراض على قرارات محكمه الثوره اللي زودت كره الناس لمجلس القياده، وكان من قراراتها على سبيل المثال مصادره املاك زينب الوكيل حرم النحاس باشا. اعتكف محمد نجيب في بيته، وفي الوقت ده قرر جمال عبد الناصر انه يبعد كل اللي بيتصور انه من انصار محمد نجيب او اللي هيقف جنبه في حاله حدوث خلاف. كان عبد الناصر وشلته بيستعدوا للانفراد بالسلطه. في الوقت ده قرر مجلس قياده الثوره التخلص من الاخوان، فاعترض نجيب لان عبد الناصر سبق انه استثنى الاخوان من قرار حل الاحزاب، وقال رئيس محمد نجيب لجمال عبد الناصر خلينا نحافظ على مبادئنا. رد عبد الناصر وقال الاخوان بيتامروا علينا. رفض الرئيس محمد نجيب قرار حل جماعة الإخوان المسلمين وأصبح موقفه في غاية الحرج، وقرر تقديم استقالته. وقبل تقديم استقالته حدثت مواجهة بينه وبين أعضاء مجلس قيادة الثورة، واجههم بكل صراحة بالأموال العامة اللي سحبوها بلا مبرر، واجههم باستغلال نفوذهم، وواجههم بكل فضايح. بعد تقديم الاستقالة بيوم ألح مجلس قيادة الثورة على الرئيس نجيب بحضور اجتماعه، وقرروا أن تكون الاستقالة سرية، وإن المجلس خلال أسبوعين هيقرر إن كان يقبل الاستقالة أو يرفضها. وتاني يوم رجع المجلس في قرار وقرر قبول الاستقالة، وقرروا تغيير الحراسة على منزل محمد نجيب من الحرس الجمهوري للبوليس الحربي، وقطعوا خطوط التليفونات عن بيته ومنعوا أي حد من الدخول ليه. عرف وقتها الرئيس نجيب إن تم وضعه تحت التحفظ. بعدها راح للرئيس نجيب ضباط وطلبوا منه إنه يلبس ويروح معهم تحت تهديد السلاح، واحتجزوه في مبنى قيادة سلاح المدفعية في ألماظة. وأعلن مجلس قيادة الثورة في يوم 25 فبراير 1954 بيان إقالة نجيب واللي حاولوا فيه التقليل من دوره في الثورة، وقالوا انه انضم لتنظيم الضباط الاحرار قبل الثورة بشهرين، وانه عرف بقيام الثورة وهو في منزله عن طريق التليفون، وانه طلب سلطات اكبر من اعضاء المجلس، وانه يكون ليه حق الاعتراض على قرارات اعضاء مجلس القيادة. بعد اعلان بيان المجلس خرجت الجماهير في مظاهرات استمرت 3 ايام لتأييد الرئيس نجيب، واجتمع الضباط الموالين للرئيس نجيب في سلاح الفرسان واستعدوا للتحرك. وقتها قرر جمال عبد الناصر الاستسلام لإيقاف الصدام الوشيك في الجيش. رجع محمد نجيب لبيته وراح له شمس بدران وقال له ان مجلس قيادة الثورة رفض الاستقالة وانه قرر عودته رئيسا للجمهورية، فوافق الرئيس نجيب واذيع بيان عودة الرئيس نجيب للحكم. بيقول محمد نجيب ان القرار ده ما ازلش المرارة اللي حسيت بيها بعد اعتداء ضباط في عمر اولادي عليا. محمد نجيب على مدى مسافة طويلة جدا قبل تقديم استقالته واحنا بنعاني ان هو في جانب واحنا في جانب، وهو عايز يريح الناس كلها على انه ملوش دعوة مع دول هم اللي بيعملوا وهو ملوش دعوة. مدام قال هم واحنا يبقى العملية فيها انفصال خطير خطير جدا. وطبعا هو كان عايز يريح الكل، يقولوا بتوع الطبق عليهم الاصلاح الزراعي والله يقول هم ما ينفعش، وبعدين نيجي احنا نتفق على ان الحياه النيابيه يبقى في فتره انتقاليه 3 سنين، يطلع هو في اجتماع عام ويعلن يقول الديمقراطيه مباشره. بيقول الرئيس نجيب انه وجدها فرصة انه يضرب على الحديد وهو سخن لعودة الديمقراطية وانهاء الدكتاتورية، وانه مرضيش انه يطرح اي حساسية شخصية او يطالب بالاعتذار على الاهانة اللي حصلت له. تشاور محمد نجيب مع اعضاء مجلس قيادة الثورة وتوصلوا لقرارات 5 مارس واللي كانت بتنص على الغاء الرقابة على الصحف والافراج على جميع المعتقلين السياسيين والغاء الاحكام العرفية وعقد جمعية لمناقشة الدستور. في الفترة دي حصلت في القاهرة 6 انفجارات ولم يتم القبض على الفاعل. بيقول محمد نجيب انه ادرك ان سبب الانفجارات دي هو اثبات ان الامن غير مستقر ويجب عودة البلاد الى الحالة غير العادية. 25 مارس 1954 اجتمع محمد نجيب باعضاء المجلس وتم الاتفاق على اعلان قرارات 25 مارس واللي كان
كانت بتنص على السماح بقيام أحزاب، عدم الحرمان من الحقوق السياسية، وأن تنتخب الجمعيات التأسيسية للدستور بالانتخاب المباشر، وأن يتم حل مجلس قيادة الثورة في يوم 24 يوليو. بيقول محمد نجيب إن القرارات دي أثارت الناس اللي ما كانتش عايزة عودة الأحزاب، وأثارت ضباط الجيش اللي حسوا إن نصيبهم من السلطة والنفوذ انتهى، وكنت بين نارين، أرفضها وأبان إني دكتاتور أو أقبلها ويتم اتهامي بإجهاض الثورة. بيقول محمد نجيب إن جمال عبد الناصر في الفترة دي أفرج على الإخوان المسلمين وإنهم وقعوا في الفخ اللي نصبوا ليهم جمال عبد الناصر، فالإخوان كانوا القوة اللي هترجح فوز الفريقين المتنازعين، فريق نجيب وفريق عبد الناصر. بيقول محمد نجيب إن جمال عبد الناصر اشتراهم علشان يبيعني، وبعدها باعهم واشترى السلطة المطلقة. في يوم 27 مارس أيقظ محمد رياض الرئيس محمد نجيب الساعة 2 بعد منتصف الليل، وبلغه إن الصبح هتقوم مظاهرات هيقوم بها عمال النقل هتهتف بسقوط الأحزاب والديمقراطية. بيقول الرئيس محمد نجيب إن وقتها أدرك إن مجلس قيادة الثورة أراد إحراق البلد والديمقراطية، وفي الصباح اقترح محمد رياض على الرئيس نجيب إقالة الوزارة والقبض على أعضاء مجلس قيادة الثورة. بيقول محمد نجيب إنه فكر في الأمر، لكن خالد محي الدين أقنعه إنه يغير رأيه علشان ما يحصلش اشتباكات مسلحة وممكن يحصل سلسلة من الانقلابات في الجيش. سافر الرئيس محمد نجيب الإسكندرية لمرافقة الملك سعود واللي كان في زيارته لمصر، واندلعت المظاهرات في القاهرة تطالب بإسقاط الأحزاب والديمقراطية. عاد الرئيس نجيب للقاهرة وعرف من مصدر موثوق إنه تم الاتفاق بين الأمريكان وأعضاء مجلس قيادة الثورة، وإن قوات الاحتلال البريطاني وضعت في حالة استعداد واحتلت مواقع متقدمة على مدخل السويس للتقدم للقاهرة في حالة حدوث اشتباك مسلح. حضر لبيت الرئيس نجيب الضباط، وحضر الدكتور السنهوري رئيس مجلس الدولة، وتوسعت المناقشات، وعرف الرئيس نجيب وقتها إن قدامه خيارين: الاستقالة أو القوة العسكرية. حاول الملك سعود حل الأزمة، فاجتمع بالرئيس نجيب وجمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر. بيقول محمد نجيب إنه في اللحظة دي ما قدرش إنه يبص في وش جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر، لأنه كان بيشوف على وشهم قناع إبليس. قال الرئيس نجيب للملك سعود إن الأمور وصلت لنقطة النهاية، وإني أعلنت قراري وهو الاستقالة. فعارض جمال عبد الناصر قرار الاستقالة علشان خاف من انفجار الموقف زي ما حصل من 4 أسابيع، وانتهى اللقاء في أذان الفجر دون التوصل لأي تسوية. راح الرئيس نجيب للمطار علشان يودع الملك سعود، وحس بإغماء وتم نقله لبيته. وفي نفس اليوم مساء أزاع صلاح سالم بيان بتأجيل قرارات 5 و25 مارس لبعد نهاية الفترة الانتقالية، وبدأ مجلس الثورة في تصفية القوى السياسية وشن حملة اعتقالات، وفضل الرئيس نجيب في بيته 3 أسابيع بيتابع الموقف من الجرائم. 26 أكتوبر عام 1954 وقعت حادثة المنشية لاغتيال جمال عبد الناصر. وقتها أرسل محمد نجيب مندوب عنه للإطمئنان عليه، وما نشرتش الصحف الخبر. فاستفسر محمد نجيب من جمال عبد الناصر وقال له: أنتوا عايزين توهموا الناس إني راضي على العمل ده؟ أنتوا بتحاولوا تلوثوا سمعتي بالأعمال الإرهابية؟ أنا إيدي نظيفة وتفضل نظيفة للأبد، الإيد القذرة هي اللي بتعمل في الظلام. بيقول محمد نجيب إن بعد حادث المنشية نجح جمال عبد الناصر في ضرب عصفورين بحجر، اعتقل الإخوان وقدم المتهمين لمحكمة الثورة، أما أنا فتلقيت وعدي يوم 14 نوفمبر عام 1954. بتقول الرواية الرسمية للدولة وقتها إن التحقيقات أثبتت إن الرئيس نجيب كان على اتصال بالإخوان المسلمين، وكان معتزم تأييدهم في حالة قلب نظام الحكم. November 14, 1954 توجه الرئيس محمد نجيب لمكتبه في القصر الجمهوري بعابدين، فلاحظ وجود ضباط البوليس الحربي عند باب القصر، ومشي وراه 2 لحد مكتبه، فزعق لهم واتصل على جمال عبد الناصر، فقال له: جمال عبد الناصر هبعت لك عبد الحكيم عامر وحسن ابراهيم. ولما وصل لعبد الحكيم عامر قال له في خجل وبصوت واطي ان مجلس قياده الثوره قرر اعفائك من منصب رئيس الجمهوريه. فرد الرئيس نجيب وقال: انا مش هستقيل، لاني هكون مسؤول قدام التاريخ عن ضياع صله السودان بمصر، اما اذا كان الامر اقاله فيا مرحب، لانكم هتعفوني من مسؤوليه ما عادش ضميري قادر يستحملها. وخرج معاهم الرئيس نجيب وركب مع حسن ابراهيم عربيته للمرج لبيت كان استراحه ريفيه لزينب الوكيل. بيقول محمد نجيب ان عبد الحكيم عامر قال له ان اقامتك في المرج مش هتزيد عن بضعه ايام، ولكن اقامتي في المرج استمرت من نوفمبر عام 1954 الى اكتوبر عام 1983. بيقول محمد نجيب ان بعد مرور 30 سنه اكتشفت اني اخطأ، فلو كنت وصلت الصراع وما انسحبتش منه تحت اي شعار براك او عاطفي او اخلاقي، ما كانتش مصر وقعت تحت الحكم الدكتاتوري، وكانت مصر تجنبت دفع الثمن الباهظ من حريتها ومن دم ابنائها داخل السجون والمعتقلات. هم قدروا حاجه سيكولوجيه، بدل هو، وانا قلتها له بعد ما خرج،
قلت له هم نجحوا في اقناعك بان هم اللي جابوك وانك هم اللي عملوا الثوره وانك انت استفدت منهم وهم اللي خلوك كده. المفروض انك انت العكس، كنت انت تجيبهم وتقول لهم ان ما كنتش انا ما كنتش انتوا بقيتوا كده. لا يمكن تنجح الثوره. مين اللي هيمشي ورا مقدم ولا رواد ولا مقدمين؟ مين؟ ولا حد عرفنا.